احنا تو في المارشي سنترال وتشري في البنان، وقلت انك معناتها ما تنجمش ما تلبيش شهواتك مهما كانت الاسعار. لا باش ناخذ عزيزتي انا، هاي باش ناخذهم هذو يطلعوش حتى ب 10000. كيفاش لقيت الاسعار، اسعار الغله بصفه عامه؟ كنت في سوق الحوت. كيفاش لقيت الاسعار؟ باهي سافا الحمد لله، باهي باهي الحمد لله. شريت سافا؟ شريت شويه كروفيت شويه كلامار. هاو لاباس عليك ما شاء الله، كلامار وكروفيت وبنان. هاي عاد شبيه؟ اللي ما فما شيء رخيص اختي، ما فما حتى شيء، ندور ندور طرف غله تتكلف اختي. شنية كعبتين تفاح ناخذوا لينا بالكعبه مزاسم، ما عادش خالطين الخوخ ماشي ساعه مريض مرض يحطوه، علاش يحطوا فيه تو حاجه طايبه ماشي ما تحطوهاش تغشوا بها المواطن. اشتر غله خامرة عليه يحطوا كل البريمه من قدام، انت تجيب شي يوزن لك يقول لك خلي فما مدام انا نعطيك ما تمسش يا مدام، ويربطها شكاره عقده في عقده في عقده، تروح للدار تحلها تلقاها كلها خامرة. ورس بنيتي كما نقول لك كل شنو شريت انت اليوم؟ اليوم بنيتي خذيت طريف بطاطا وفلفل وطماطم شويه شويه تكلفوا لي 6000. معناها طريف طريف، بخلاف اختي خذيت الخبزه كان بان كومبلي ولات 16100، شنو 18 88 16100 الباقي اكل خبز كومبلي. المبسس اكل السميد يقول لك 400 خبز، معناها قاعد كان باقيت رخيصه 200 فرنك هكا وقت، خلي ما نوصلوش عاد للجبن والطن وكل المواد من غادي الكل شيء شيء اختي شيء بصفه. والغله شنو شريت؟ الغله ما شريتش اليوم اختي، خذيت كان تفاح. كيفاش لقيت الاسواق؟ مويا مويا، فما الباهي فما المتوسط فما بخي في الغله عاليه برشا، مي كوميم اون سو ديبرو شوي شوي. وشنو قررت باش تشري؟ قررت باش نشري حشاك حوت، نعمل مرة في الجمعة حوت، مرة في الجمعة لحم، مرة في الجمعة دجاج، سكالوب، اون سو ديبغو شوي شوي، أما لافي تخو شيغ. يعني سافا قادرة أنك تلبي شهواتك وشهوات العائلة نتاعك. والله تعبين شوي، تعبين شوي، تشتهي حاجة تخيرها لصغيرك خير منك أنت، والله شوي شوي. وشنو الفطور اليوم؟ اليوم فطور هاني قلت لك حوت مشوي شوية صوص شوية بطاطا فريت. وباش تشري عمال طلع على اسعار الخضرة حسابي يا يا عامل حسابي تو باش نشري الحوت. هاك شو مصلي يعني بي كيلو ب 5000 انزاز فهمتني، تفاح ب 6000 مصلي يعني بي شيخات فهمتني. ومع ذاك باش تشري؟ والله باش نقول لك يلزمك تشري فهمتني، اش باش نعمل فهمتني، الصغار عندهم قوتي عندهم كافي عندهم منا منا اوبليجي عليك يزمك تشري. اما حليل الزوالي ولا حليل الزوالي في البلاد هذيا ولا مسيك قسما بالله شيء يدوخ شيء يدوخ، بعد اللي كل واحد يخدم على كيف فهمتني، هذاك يخدم بسوم وذاك يخدم بسوم، لا ثم رقابه لا ثم حتى شيء فهمتني، تمشي المرشي بنص تجي لهنا بنص شيء يدوخ. ها اربع كعبات حوت فهمتني ب 50000 كيف يعني فطور 50000 واش فهمتي يعني دوخ راه وما هو بليجي يزمك تش. الاسعار غاليه برشا على الزوالي، ما عادش قادر الزوالي باش ياخذها، هويك بريسك هويك النيفو نتاع الشريات، معناها السير متوسط معناها الشريه نتاعو باش ياخذ مليون مليون ونص، دونك بالاسعار مع التكلفه العائليه نتاعو مع المصاريف العاديه نتاعو ما يخلصش باش يعيش تويك. شنو قضيت اليوم؟ والله خذيت شويه شويه حوت، خذيت شويه دقله، وباش ناخذ شويه خضره. وشنو هو الفطور؟ الفطور ان شاء الله مقرونه باش نعملوا قلنا في الدار. حسب رايك قداش يتكلف الفطور؟ ما نجمش حسب بالضبط، اما كي تحط شويه طماطم غليت، تحط شويه زيت غليت، وشويه خضره غليت، تلقى الفطور في الدار نتاع عائله نتاع تكون من اربع اشخاص في الدار توصل حتى ل 15000. والله صفا الاسعار باهية، كل شيء موجود. شنو شريت؟ انا شريت شويه غله شويه خضره شويه حوت شوي شوي. قداش تكلفوا لك هذوما؟ انا نقضي شوي شوي راني ما نقضيش برشا، انا كل شيء متوفر لنا في السوق وسوين باهيه كل شيء باهي، معناه شو انت ديما تقضي من المارشي سنترال؟ ما نقضي نهار الاحد كل حد نجي نقضي قضيتي من المارشي. حتىش انه فما مثلا ارتفاع في اسعار حاجات معينه؟ بلايتي ما ذي نشوف فيها معني ظاهره العباد تحكي الدنيا غليت الدنيا غليت عادي، معني شو مش جيت اخو خضره وغله سامحني ولحم وحوت
تمشي تاكل معناها ما نعرفش بيتزارية انا لهنا ب 20 وب 30 دينار سامحني، كي تجي تقضي قضية جمعة معناها 100 150 معناها حتى كان عندك عيلة بيان سور ماهيش برشا، معناها الاخر يزرع والاخر يمشي يصطاد والاخر درا شنو وعامل باتين دا درشنيه ويكركر من الصباح لليل ويعلم به ربي كيفاش واحد معناه خضره والغله منين جيمونا زرعوها ونعملوها وعليها خدامه وعليها درا شنو تسمى برخيصه الدنيا. انت كي تمشي تشوف تو باش تشري معناه مريول ولا سروال معناه مش باش تدخل في الديتاي هذوما، اقل مريول يشريوها تو في 50 دينار وما يلبسوهش معناه تو انا نشوف فيهم معناه ندور وعندي معناه اتيليه لهنا معناه نعرف بنت سوق راني انا في نهج البله عبيت تشري تصرف معناها واحدة تشيل كساك ب 200 دينار كي تجي باش تحكي أمها ولا شكون معناها تجي تحكي معناها على قضية باش تاخذها ب 200 دينار شنية معناها غير شو ديما الشعب يتشكر في تونس احنا ديما نتشكي ومعناها شنية معناها جيت جديدة برا مشي وخدمة برا شوف القاوي تتلقاها كلها في القاوي بنسيها برجيلة كل معرس كل مطلق كي بعض الناس معناها مش نحكي على الناس الكل راني نتا معناها مش نلم في الناس الكل، الناس الكل قاعده في القهاوي تو درا شو منين تحبوا معناها سامحني معناها تحب كي تجي المرشي معناها تهز بليش وتخرج معناها تحب كي تمشي تقضي تهز بليش وتخرج سامحني ماك تخدم تجي تقضي على روحك. المراه التونسيه في ظل غلاء الاسعار هذيا قادره انها توفر معناتها على الطاوله على الطاوله معناتها تكون طاوله كامله الشروط متنوعه فيها وجبه صحيه متكامله؟ لا لا مستحيل ما عادش والله لا عادها ما عادش بالكل، أنا قعدت ساعتين نستنى في الكار باش جيت هنا نقضي. هاي والله ساعتين بالمنقيلة. لا ما عادتش الدنيا كقبل بالكل. يا حسرة. قبلت كانت الدنيا كلها رخيصة والله 10,000 تقضي كل شيء تو حتى أنت. كهو. كي تشري الغلة مثلا تشري كل مرة حاجة وإلا معناتها كميات كميات وتنوع. لا لا هذا ما كهو. كهو. تبقى مثلا مدة ما تاكلش الغلة وإلا ديما يلزم تكون على الطاولة متوفرة؟ لا لا أخواتي مانيش ناكل ديما، هذا هو مش تيتم تو باش ناخذها مكهو. هذوك قداش ينجموا معناتها يبقوا لك منها؟ هذول يبقوا 5 أيام. كل يوم كعبة يعني؟ هاي كل يوم كعبة ولا حد شطر. كاو؟ المهم تاكل بنا. المهم ناكل بنا. والله قداش عندي لقيت من رمضان. كاو؟ عندك عشت اليوم فرحانة. هاي. كانت تقبل العباد الخير والبركه، توا اختي ما عادش الشهوات، الشهوه تتكلف لك دوب، خرجت ب 20 دينار هاني مروحه بجيب نحسبهم لك 2300، شيء هاي قدامك القلب، طريف طريف، ياسر اختي، اما خلي ما اجي نقول لك خلي اللحم واللحم البقري والعلوش ما نقرب لهمش اختي، طرف الدجاج وشوفوا الدجاج طلع، طلع الدجاج. السكالوب 17,000 ولا شنو هذاك الاخر الاخر الدجاج الاخر سكالوب والاخر الدندك كيفاش يقولوا له برا شوف اختي لا مش نورمال اختي وربي يستر ربي يحسن العاقبه ان شاء الله يا اختي يوفروا لنا برا شوف الغله هاك اكل مرة تفرز انت تحط يدك يقول لك خلي فم واشترها خامر والسلعه يبيعوا فيها نتاع جمعه كامله مش قديمه يوفروا يجيبوا عندهم الحق معاش خالد باش يشري هبه سلعه الدنيا غليت اختي. كيفاش اليوم تتصرف وتتحيل باش تنجم تلبي طلبات العائله في ظل غلاء الاسعار في مختلف الحاجات؟ والله بالنسبه للنيفو نتاعنا والاقل شويه يمكن تقطعوا علينا العظم والهريسه ما عادش نعيشوا في البلاد. ما تشرتوش سنستهم فما ما فماش فما ما فماش كان فما صفاء ما فماش ما فماش حتى ان شاء الله فيم حاجة كعبتين عظم واحد حسب مقدوره عايشين مستورين وربي يحن على كل مؤمن وكاهو. وبالنسبه لي اسعار الغله كما حكيت هي اسعار غاليه برشا دونك باش تشري ولا لا؟ نشري اقل حاجه شويه رمان اقل حاجه حتى المهدى باهي والطاوله تبدا متنشى شويه شويه. قفه المواطن التونسي اليوم قداش تتكلم؟ قفه المواطن التونسي صدقني فهمتني 10 سنين التالي كانت تكلف ب 20 دينار ماكس توا فهمتني ب 70 وب 80,000 وما عندك حتى شيء ما تعمل حتى شيء فهمتني الجمعه تكلف له ب 300 ب 400,000 فهمتني يعني راهو شيء يعطيه الصحه برجوليه تونسي كيفاش عايش. قفت موت تونسي احنا باش تكلف احنا نقيسوها باللي كان قبل وباللي كان توا قبل الموت التونسي نهار تحد باش يخرج يقضي كي يهز 40 دينار يعبي قفته توا 40 دينار ياخذ بها دوز ارتيكل ويخرج مش بشيخو مواطن زوالي تويك انت كان تشوف في مرشيات كما كان واحد ما عادش يخزل السوم ولا يخزل يهبط لقل كاليتي باش يجي يروح به ما عادش لوجع كاليتي ما عادش فهمت يهبط لقل حاجه باش ياخذها
كان باش تشري في الجامعة كل كاملة شوي 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 باش أنت ما تقعدش هكا داخلة خارجة فما كو 200 وي 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 الحمد لله جاب 37 كريت سي مالوغور ماهيش غالية الدنيا عمرها ما كانت غالية تونس ساعة تونس نشوفها رخيصة أرخص الدول معناها كي تقضي أنت قضية جمعة 150 باش تعيش ما كنتي تخدم وراجلك يخدم مجتمع مش مسيطر على روحه كان جات بالحق أسس الحياة كي المرأة والراجل معناها يعرسوا باش يعملوا عائلة بالحق هي تخدم وهو يخدم ويبداو متفاهمين على اللي ميت بركه في حياتهم ويبداو يمشيو على قد الخطوه نتاعهم، سامحني انت تخلص 600 وراجلك 600 تحبوا تعيشوا ب 3 ملايين منين؟ صب عليكم معناها سعيد باش يجي يصب على تونس الكل تو معناها